ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم حلقتنا النهارده بكل روح رياضيه، والثالث مره او الرابع مره و100 مره. كل سنه وكنتوا طيبين مشاهدينا الاعزاء، بمناسبه شهر رمضان الكريم يا رب يكون شهر خير وبركه على الجميع. خلينا نرحب بضيوف النهارده اللي منورني، الحكم درجه اولى وكابتن احمد سلامه. مساء الفل عليك. مساء الفل، السلام عليكم. منور اولى حلقات البرنامج في رمضان. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه ومصر كلها طيبه، وكل سنه والعالم كله طيب. ان شاء الله يكون في المحنه دي منحه ان شاء الله باذن الله، ونخرج منها على خير ان شاء الله، وربنا يرفع عننا بفضل الشهر الكريم ده ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب وانت بألف صحه وسعاده. وصديق البرنامج وصديقي واللي دايما بيسعدنا بمداخلاته ودايما بيقول اراءه، وبتعجبني جدا مداخلاته جدا، اللي مشرفني النهارده الحكم الكابتن مدحت صالح. مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن محمد، اهلا بيك، تحياتي لحضرتك، وانا بشكرك جدا على ما شاء الله يعني ديكور جامد جدا، ما شاء الله حاجة كويسة جدا، حاجة فعلا تشرف. وانت صديق واخ كبير واخ جدع، ربنا يخليك وتسال كل خير، وانت مجتهد في مجالك، وما شاء الله انت عامل طفرة جامدة جدا في قناة الصحة والجمال، ربنا يخليك، وخاصة في البرامج الرياضية، ربنا يخليك. بجد فعلا مستمتع بيك والله يا كابتن محمد، شهادة اعتز بيها، ويعني انت كفاية، انت منورني وكل سنة وانت طيب. ربنا يكرمك تحت امركم، والشكر على الدعوة الكريمة. الله يخليك. نبدا حلقتنا النهارده فيها حاجات كتيرة جدا. طبعا احنا في أزمة الوباء اللي ربنا يسهل ويعدي على خير، وان شاء الله تعدي ويعدي ونكون اقوى واقوى. كورونا دي قابلتنا يعني قابلت كل واحد في مجاله مشاكل. الكورة قابلتها مشاكل، التحكيم قابله مشاكل، النوادي قابلتها مشاكل، مراكز الشباب قابلتها مشاكل، أي حد في شغله قابله بعض العقبات. لكن هي ظروف ومضطرين إن احنا نعديها، ومضطرين إن احنا نتأقلم عليها، ومضطرين إن احنا ناخدها واحدة واحدة كده، علشان اللي هيعدي من المرحلة اللي احنا فيها والأزمة اللي احنا فيها دي هيبقى من أقوى اللي موجودين في عمل. خلينا نبدأ منين؟ تحبوا نبدأ منين؟ كابتن عمر حضرتك تحكي. نبدا من ايه؟ كابتن عمر طبعا تحكي، مفيش مشكله. طيب نبدا من التحكيم. خليني بس عشان انا شايف الكابتن مدحت حكم درجه ثانيه، والكابتن احمد حكم درجه اولى. هي بتختلف في ايه حكم درجه ثانيه من حكم درجه اولى، من حكم ممتاز من حكم دولي؟ خلينا ناخدها نقطه نقطه. نبدا بيك. تمام. هو طبعا الحكم بيبدا، مفيش طبعا سن معين بيبدا منه، اللجنه طبعا والاتحاد بيبقى حاطه، والفيفا نفسها بتبقى حاطه المعايير ديت، بيدخل فيها الحكم مجرد ما بيتخطى الاختبارات ديت، وربنا بيوفقه فيها ويعتبر لائق كحكم بدنيا وفنيا، و بعد كده بيخش درجه تحت الاختبار. درجه تحت الاختبار، تحت الاختبار ليها سن معين؟ لها سنه او سنتين. لا هو لازم يبقى عنده سن معين؟ لا لازم يكون مش اقل من 18 سنه. مش اقل من 18 سنه. وما يعديش 24 سنه. وما يعديش 24 سنه. يبقى دي اسمها دي مرحله الايه؟ دي مرحله الاختبار. هي مرحله تحت الاختبار اللي بتبقى سنه، هو عشان يقدم للتحكيم. ماشي، يبقى بنقول مرحله الاختبار او تحت الاختبار لا يقل عن 18 ولا يزيد عن 24. لا يزيد عن 24. تمام، لا فتره الشباب الطبيعي. تمام، بعد كده بيخش ترقي بقى، كل ترقي ده المفروض ان هو كل 3 سنين. طبعا احيانا في حكام تتميز. طب خلينا يبقى كده تحت الاختبار ترقي، صح كل كده؟ 3 سنين ترقي بقى الدرجه يعني كل 3 سنين بيترقى. بعد اول سنه بيعتبر حكم درجه ثالثه. درجه ثالثه، بعد كده الدرجه الثالثه دي بيقعد فيها 3 سنين، وبعد كده درجه ثانيه، بعد كده درجه ثانيه، بعد كده درجه اولى. طيب الدرجات دي في حاجات مثلا بتعطلها، في حاجات بتاخرها، في حاجات، ولا كل درجه ليها مواصفات معينه؟ هو طبعا كل درجه ليها اختبارات ومقاييس اللجنه بتحطها، مش اي حد بيتخطى من الدرجه للدرجه، لازم يكون له اختبارات معينه، سواء اختبارات بدنيه. هو طبعا في اختبار بدني كل عام، ويمكن في العام بيتعمل اكتر من مره، كل موسم بيتعمل اكتر من اختبار للياقه البدنيه، لان الحكم ده لازم يكون على درجه عاليه جدا من الكفاءه البدنيه، لازم تكون لياقته البدنيه اعلى من اللعيبه، من اللعيب، لانه اكتر لأن بيجري معدل طبيعي غير حضرتك. عندك اللعيب عندك 11 مركز في الملعب، كل لعيب بمركز في منطقه معينه. لا، وغير 11 مركز، انا عندي حسب الخطط بلعب على بثلاث خطوط او باربع خطوط بالظبط، فاللعيبه بتتحرك كل واحد في الخط بتاعه. تمام. لا هو تمام. بيتحرك على جميع الخطوط. انت كحكم مطلوب منك بقى في ظل الكاميرات الكتير والبرامج والهجوم الشاسع والشرس اللي الحكم الله يكون في عونه، الحكم بيتحمل ضغوط رهيبه، لكن انا بعتبر الحكم ده بطل. طيب قسم. انا هروح لمدحت. كابتن مدحت، انت ليه بقيت حكم؟ يعني اعرف الواحد ايه، احب اطلع لعيب كوره، احب اطلع مهاجم،
احب اطلع مدافع، احب اطلع خط وسط، لكن في مركزين دايما بحب اسال السؤال ده، انت ليه اخترت تكون حكم وليه اخترت تكون حارس مرمى؟ فخلينا انا مش حارس مرمى. لا انا بقول لك اصعب سؤال. يعني دايما بسال السؤالين، في مركزين دايما بسال السؤال ده، ان كان حارس المرمى خلاص مش موجود معانا حارس مرمى دلوقتي، والحكم ليه اخترت تكون حكم؟ اول حاجه هو نصيب، نصيب نصيب ان ربنا حطني في المجال ده. تمام. وطبعا كرم من ربنا اكيد. انا كنت بلعب كوره في انديه كده معينه، درجه تانية او درجه ثالثه. عايز تقول اسمها قول، ما فيش مشكله. لا مش لازم، في كيرنس او بني حبيد، في بلقاس، لعبت فتره برضو في المنصوره في الناشئين. فسبحان الله، يعني صاحب الفضل عليا بعد ربنا كابتن سامي الطحان والكابتن طارق البرعي اللي اكتشفني. يعني سبحان الله هو شافني كده. يعني انت كنت في الاساس بتلعب كوره؟ بتلعب مركز ايه؟ بلعب مهاجم. مهاجم. تمام. الطول حلو حبيبي. انت احلى والله يا كابتن. الله يخليك. فشافني بالصدفه كابتن طارق البرعي، ده المحاضر الدولي والافريقي باتحاد الكوره. تمام؟ تمام. قال لك انا عايزك تكون حكم. يعني شافني كده بالصدفه، قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي كذا كذا. قال لي انت عاجبني، انت ستايلك كويس، شكلك كويس، طولك كويس، ليك كاريزما كويسه. تعالى اقدم لك في التحكيم يا مدحت. قلت له ماشي يا كابتن، يا ريت. طب سؤال بقى. طب انت ساعتها ما فكرتش مثلا، طب ما انا بلعب كوره وبحب لعب الكوره ومهاراتي موجوده عادي جدا؟ ما هو انا زي ما قلت لحضرتك، هو نصيب. انا كنت سبتها فتره عشان كنت سبت الكوره. عشان الدراسه وكده. من بعد ما سبت قطاع الناشئين خلاص بقى، انت عديت بقى 20 سنه، بتضطر بقى ايه تشوف بقى نادي. كان عندك 20. ما انت كده عايز تشوف نادي مثلا. تمام. يكون فريق اول تبدا تلعب فيه. فيعني ركزت اكتر في الدراسه. سبحان الله، والكابتن طارق برعي شافني وقدم لي في التحكيم. حاليا دلوقتي بقى لي 3 سنين حكم. بدات الاول حكم تحت الاختبار سنتين، ربنا كرمني بعد السنتين دخلت ترقي والحمد لله نجحت، وحاليا دلوقتي حكم درجه ثانيه. وان شاء الله انا وانا بحكم درجه اولى وبحكم دولي، واشرف برضو ده اهليه، واشرف مصر اولا، واشرف بلدي اللي دي مش شلت ان شاء الله. طبعا الله. ان شاء الله. طيب خلينا نروح للكابتن كابتن احمد. اعتبرنا ان كابتن مدحت اخترناه يكون حكم، هل بيبقى في مواصفات انت مثلا اللي بيختاره او اللي عايزه يكون يسيب مجال الكوره ويكون حكم، او يسيب مجال كلاعب ويبقى كحكم، في مواصفات انت بتشوفها كعين خبير او كعين شايف ده هينفع يكون حكم؟ تمام. هو طبعا عشان يعني في البدايه لازم تكون، عشان تكون حكم لازم تكون لاعب كوره، ده في الاساس. في الاساس حتى في الاختبارات من ضمن الشروط انك لازم تكون لاعب كوره. لازم يكون لعبت على الاقل سنتين موسمين في اي نادي. لازم يكون معاك كارنيه. لازم يكون لعبت ومارست اللعب. لازم يكون لاعب في النادي 3 سنين. تمام. جبت استماره من النادي ان هو لازم يكون معاه كارنيه اتحاد كوره. تمام. ولا شرط لعب وخلاص مفيش مشكله؟ لازم يكون لعب في نادي، لعب في نادي وتسجل في نادي، وتسجل في نادي موسمين، لعب موسمين. طب معانا مداخله الكابتن سامي الطحان رئيس لجنه حكام الدقهليه. يا مساء الفل عليك يا كابتن سامي. ومحارب جريده الاهرام الجمهوريه. كابتن سامي مساء الفل. محمد مساء الفل عليك. معلش مسهرينك شويه ومأخرينك شويه. اولا كل سنه وانت طيب ورمضان كريم علينا وعليك. ربنا يخليك وكل حضرتك طيب، وتحياتي لحضرتك ونجوم التحكيم كابتن احمد سلامه والكابتن مدحت، ورمضان كريم على كل سنه وانت طيب. رب كده يجعل سنه جميله طول ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. طيب وانت طيب ربنا يخليك. طب خلينا نخش في الكلام الجد بقى. عاملين ايه مع الحكام في ازمه كورونا؟ بيتدربوا ازاي؟ بيعملوا ايه؟ هل متابعينهم، ولا هل مثلا كل فتره في اختبار في الازمه اللي احنا فيها؟ لا، عشان اكون صريح مع حضرتك، منذ الازمه ديت احنا طبعا الحكام خايفين عليهم، فمفيش تدريبات ولا في اي حاجه، بس في اتصالات، في اطمئنان على الحكام. طيب. في جروب عاملين الحكام الدائريه بيناقشوا بعض في بعض الحالات التحكيميه، لكن تدريب، لان انت عارف حضرتك قرار رئيس الوزراء ممنوع فتح الملاعب، ممنوع الاستبراد، ممنوع، فمحدش بيقدر يطلع يتمرن بره، لان انت عارف اي ملعب النهارده مفتوح ممكن يطلع يغمى على الانديه. فللاسف ما فيش تدريبات دلوقتي،
حط لما ربنا يفرجها كده وربنا يزعلنا الله ينمل صندوق ان شاء الله يرجعوا صندوق تاني والحكام يعني انت عارف الحكام كلهم شباب يعني طيب بيستغلوا اللياقه البدنيه بسرعه يعني. طيب هستغل حضرتك برضه في سؤال جد شويه، طب هل مش مطلوب منهم تمرينات في البيت بعض الامور؟ برضه احنا اكيد الازمه دي اوزان، حتى اللي مش هيتدرب وزنه هيزيد، كل لياقته البدنيه مش عاليه، هل مش مطلوب منه بعد التمرينات في البيت بعض الحاجات اللي تحافظ على لياقته البدنيه، معمول له نظام غذائي يعني بتطلب منه ده، ولا هو عارف شغله بيعمل ده تلقائي؟ كلام حضرتك كلام محترم جدا جدا جدا، حاجه الله يخليك تسلم، حاجه راقيه يعني. ربنا يخليك. كل حكم بيبقى عنده طموح، تمام، في حكم عنده طموح فبيحتفظ بلياقته البدنيه، بيثقف نفسه على طول، ما بيستناش، لان هو الراجل ده النهارده عنده طموح، زي ما هم الكابتن احمد والكابتن مدحت قالوا في امتحانات وفي اختبارات على طول، الحكام دول شغل على طول. انت عارف حضرتك حاليا بعد التعديلات اللي جت في الاتحاد الدولي، الاتحاد بقى كل سنتين، بيبقى فرصه كويسه للحكم، يعني الحكم في خلال 4 سنوات يبقى درجه اولى، يبدا بعد كده يبقى حكم دولي، بتبقى الفرص يعني قدام متاحه. فالنهارده الحكم هو اللي بيحافظ على نفسه، يعني هو محافظ على نفسه طبعا. طب عشان ما اخشش على الحته السلبيه واقول لك طب انت لو جينا ان شاء الله الازمه تعدي ورجعنا لقينا بعض الحكام لياقتهم البدنيه صعبه شويه او اجسامهم زادت شويه، نعمل فيهم ايه؟ مش محتاج الاجابه للسؤال ده، بس خليني اخش في سؤال تاني برضو مهم. اكيد الحكام بيبقى ليهم مرتبات، بياخدوا مكافئات على المباريات، يعني الدخل بتاعهم بيكون معتمد على عدد المباريات اللي بيلعبوها او المشاركات في بعض الدوريات والبطولات اللي بيشاركوها. دلوقتي النشاط متوقف وحتى ما فيش دورة رمضانية هيروح يلعب فيها أو يحكم فيها، بيصرف إزاي في الفترة دي؟ ما أنا بقول لحضرتك التحكيم له مزايا وله عيوب، تمام. من العيوب بتاعة التحكيم النهاردة، الحكم في بداية الموسم لو ما نجحش في الكشف الطبي عندي كيلو زيادة 2 كيلو زيادة، مش محتاج الإجابة دي. قال الوزير أنا مش محتاج الإجابة دي، انا بسال. اصل النهارده الحكم مش محترف، يعني عايز اوصل لك الحكم مش محترف عندي بأجل. النهارده الحكم بيلعب المباراه بياخد بدل التدريب بدل التحكيم وبدل الانتقال المباراه اللي بيلعبها، تمام، مش حكم محترف، مفيش بينه وبينه عقد، تمام. ايوه الحكام دلوقتي ده سؤالي بقى، ده سؤالي، الحكام دايما معتمدين على المباريات اللي بيحكموها، على الدوريات اللي بيشاركوا فيها، عمل كم مباراه، المباراه دي مثلا هياخد فيها كذا، ان كان ليه بعض الحوافز او بعض المرتبات البسيطه اللي بعقود. لكن دلوقتي ما فيش ولا مباريات ولا دوريات، ولا حتى في رمضان في كوره بتتلعب علشان يحكم دوره رمضانيه او اي حاجه، بيصرف منين في الفتره دي؟ النهارده الحكم ده معظمهم موظفين بيشتغل النهارده، بس الحكم النهارده انت هتدي له ايه؟ هتدي له مرتب؟ هو ما بياخدش مرتب. طب هل وزاره الشباب، هل وزاره الشباب ما عملتش مثلا دعم، ما عملتش اي شيء زي ما عملت لمراكز لبعض مراكز الشباب المشاركه في الدوريات دعم؟ دعم الانديه ومراكز الشباب تقريبا يعني. تمام. طب لجنه الحكام عملت شيء يعني؟ ما عملتش اي شيء، ما عملتش صندوق؟ هتدي له هو بقى النهارده، كان في مستحقات الحكام ان شاء الله يصرفوها خلال اسبوع كده، اي حكم له مستحقات قديمه، كل المستحقات القديمه مش هيتبقى اي حاجه. يعني هيصرف له المستحقات القديمه. عزب حكايات قال لي الكلام ده. الله يسامحك. ان شاء الله باذن الله. طيب معانا الكابتن احمد سلامه ومعانا الكابتن مدحت صالح، عايزين بقى ايه يدردشوا معاك شويه كابتن سامي. تحت امره. نبدا بمين؟ ماشي كابتن معاك احمد طبعا. كابتن احمد. حبيبي يا كابتن سامي، انت اللي علمتنا وانت اللي خليتنا كده، يعني اجتهاد حضرتك معانا ومساندتك لينا الدايمه، ومن اصغر حكم مسؤوليه كبيره على حضرتك طبعا، وحضرتك قدها طبعا واكبر من كده بكتير، ربنا يبارك لك، ودايما ان شاء الله بتساندنا كده، ودايما بتدافع عننا، ودايما بتدفع بينا وبتدفع بالعناصر الشابه. السنه دي حضرتك دفعت باكتر من حكم، والسيد شعبان طبعا لعب عندنا برضو حكام مميزة، عندنا صالح سلامة، عندنا عرف عرفات، عندنا مجموعة كبيرة جميلة، مش عايز أنسى حد عشان الناس كلها. كان عندك قبل كده كابتن سامح فاروق وكابتن عوض سعفان، وكنت يعني كنا الدهلية بحضرتك كان ليها دور جامد ودور كبير جدا جدا في الدوري المصري سواء على مختلف الدرجات. فبصراحة كل ده مجهود على عاتق حضرتك، وحضرتك ما شاء الله يعني بتقوم بيه على أكمل وجه. طبعا في ناس ممكن يقول انا مظلوم، بس ده انت حضرتك
اب معاك اكتر من 100 واحد، الله يكون في عونك، مسؤوليه كبيره، ربنا يكرمك ويبارك لك ويوفقك، وان شاء الله ان شاء الله تسعد وتساعد كل اولادك في اللجنه ان شاء الله باذن الله، وهم برضو كمان يكونوا على قد المسؤوليه ويشرفوك زي الناس اللي انت دفعت بيها، وبرضو شرفوك وشرفوا الدقهليه كلها. كل سنه وحضرتك طيب. كابتن سامي، كابتن احمد انا بشكرك على الكلام الجميل ده، وطبعا انت مش غريب علينا، انت كنت من الحكام الكبار اللي كنا بنعتمد عليهم في دفعه عوض وسامح والمجموعه اللي قبل كده. الله حافظ الاسماء يا كابتن سامي، بسم الله ما شاء الله. ثالث محافظه بعد القاهره واسكندريه في العدد، بالرغم عدد المباريات القليله اللي عندنا في المنطقه، لكن النهارده الدقهليه محطوطه ضمن ثالث منطقه على مستوى الجمهوريه. احنا عندنا مجموعه حكام، عندنا 40 حكم بس درجه اولى، 20 صفاره و20 مساعد، في مناطق كامله اولى ثانيه ثالثه ما بتجيبش 40 حكم. احنا حظنا اللي احنا عندنا المجموعه دي، ويتصادف اللي عندنا 20 صفاره، 10 كبار و10 من الصغيرين. الكبار مسيطرين على نفسهم وبيلعبوا لان عندهم خبرات وماشيين كويس. انا مش معيش الاسماء دلوقتي عشان، لكن احنا عندنا مثلا زي ما انت قلت اشرف والسعداوي والشرقاوي وعارف وطارق ابراهيم وناصر، يعني عندنا مجموعه مش محمد خالد، مش عايز انسى حد، عندنا 10 كبار جدا وصالح سلامه، عندنا المجموعه الكبيره دي كويسه جدا وبتلعب في الممتاز دي دلوقتي. احنا عندنا دلوقتي بالنسبه للصغيرين طلع اثنين، طلع السيد شعبان واحمد حامد فهيم، وبيزق معاهم في كريم الدمرداش وفي عصام واحمد ابو الفتوح، وفي يعني لازم يكون اتفق معايا عشان ما انساش حد يرجع يزعل. لكن احنا عندنا مجموعه دلوقتي، عندنا لو انت النهارده اللجنه الرئيسيه طالبه من كبار اصحاب خبره عندي، طلبه حكام متوسطه المستوى اللي هم السن المتوسط عندي، عايزين صغيرين عندي، عندي في الصاعدين من الدرجه الثانيه عندي مجموعه كبيره جدا، عندي مثلا زي كريم سليمان وبيبو والطامي ومدحت ومحمد سامي، وعندنا مجموعه من الحكام الصغيرين. يعني بقول لك يعني الواحد بيخاف يقول الاسماء عشان ما ننساش حد من الكويتين، يعني في مصطفى الشاذلي، ويعني بقول لك كتير يعني حكام كتير وكتير يعني حكام دولت يعني عيشوا المنطقه، واحنا بنقدمهم يا كابتن احمد ومحمد وعباس بنقدمهم للجنه الرئيسيه. احنا عندنا المستويات اللي انت عايزها، عايز صغير، عايز متوسط السن، عايز كبير في السن، المجموعه دي كلها عندنا. وانا حكام الدقهليه انا شهدت فيهم مجروحه، حكام ممتازين جدا 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 ومحترمين جدا 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 وبيسمعوا الكلام، يعني دي ميزه كويسه جدا. بالرغم ان احنا عندنا امكانياتنا في الدقهليه مفيش ملاعب، مفيش قاعات، مفيش مفيش مفيش، لكن برغم كل قله الامكانيات ديت مطلعين مجموعه كبيره جدا جدا جدا. وانت كنت كابتن احمد موجود وعارف وشايف كابتن، وياما لعبت انت مباراه قويه قبل ما تبطل كابتن سامي، كنا بنعتمد عليك في الحاجات دي كابتن تسلم. سامي تسلم. الموضوع مش هينفع كده في مداخله تليفونيه مش هينفع، الكلام كتير وكلام كبير، فلا انا عايز حضرتك توعدني كده على الهواء، تشرفني في حلقه ان شاء الله باذن الله. الاول ما بصرش على فكره، اول مره اسهر اشوف الساعه واحده بينام بدري، معلش سهرناك شويه اعذرنا، بس هو عشان تتسحر يعني، هتتفرج على البرنامج وتتسحر ان شاء الله باذن الله. لا لا انا سعيد جدا ان البرنامج بتاعك ده جميل قوي، يعني بس ما يبقى الساعه 10 11 هيبقى حلو قوي، لازم الساعه 10 عايز. لا لا احنا عايزين نسحر الناس معانا يا كابتن، لا هختلف معاك بقى في الحته دي. لا لا تحت امرك، الله يخليك، تنورني في حلقه، لان الكلام كتير ومكالمه تليفونيه لا تكفي في هذا الموضوع، وملف برضه الحكام واكتشاف الحكام والكلام عن التحكيم كتير، فتنورني في حلقه. الله يخليك، تسلم تسلم، تحياتي ليك كابتن مدحت. شكر فيك قبل ما حضرتك تخش على الهواء، حضرتك بسم الله ما شاء الله علم وثقافه، فاكر كل الناس اللي كانوا تحت ايدك. استاذنك لو كنت معانا في حلقه في اقرب وقت، انا تحت امرك وارتب لك كل اللي حضرتك عايزه. شرفتني باتصالك كابتن سامي الطحان، وان شاء الله باذن الله على القريب العاجل تكون معانا. نرجع نكمل. تكمل. لا الكلام كتير، عجبتني في حاجه ان فاكر الاسماء. كابتن سامي بص، انت اب يعني، مش رئيس لجنه، يعني من اصغر حكم لاكبر حكم، عارفه وعارف بيتمرن ازاي، وعارف بيتابعه بالتليفون حتى بعد كل ماتش، لازم بيتصل بيه، عملت ايه في الماتش النهارده، اخبارك ايه، في مشاكل، يعني مش بيسيب الحكم، مش بيديله الماتش وخلاص، لا
عندنا برضو كابتن ادم طيب. من الناس اللي عايز اخطفك جدا. اخطفك في سؤال اتفضل. هو بيقول انا مش مدرب، انا مش حارس مرمى بس عادي. حضرتك حاليا مدرب حراس مرمى. هو نفس السؤال، اللاعب من صغره حارس مرمى ولا انت كمدرب شايفه حارس مرمى؟ هو بص حضرتك، يعني اللاعب نفسه بيبقى عنده اولا هوايه. في لعيب انت ممكن امكانياته البدنيه تؤهله انه يبقى حارس مرمى متميز. فانت في لعيبه انا اعرفها لعبت في الدوري الممتاز ولعبت اهلي وزمالك، كان بيلعب راس حرب. راس حرب من راس حرب لحارس مرمى. المدرب قال له تعالى لازم تلعب حارس مرمى، لعب اهلي وزمالك، يعني كان عندنا في البلد ولعب اهلي وزمالك. طيب نخش بقى، انا مركز شباب ديم شلت، صح كده؟ ديم الشلت. ديم الشلت. ديم الشلت. طيب مركز الشباب ده بقاله قد ايه؟ تقريبا من 83 83 6 37 سنه. 83 وصل لحد ايه؟ في ايه؟ هل في فرقه؟ هل في ملعب؟ هل في جمعيه عموميه؟ كلمنا شويه عن اكيد في طبعا جمعيه عموميه كابتن محمد، بس لحد الان او من سنه او سنتين تقريبا النادي كان معدوم، مفيش في اي نشاط، مفيش في اي ادوات رياضيه. انت بتقول لي من 83. انا بتكلم الفتره اللي فاتت دي كلها قبل احنا ما نمسك اعضاء، مش انت او المجلس الحالي ما كانش في اي نشاطات. ثواني، من امال من 83 لحد من 2018 اقول لك اكمل. المبنى مفيش في اي ادوات، مفيش في اي نشاطات، ما احترام المجلس السابق ما في، يعني ما فيش اي انجازات ليه، يا ريت بس ما يزعلوش مني. انما حاليا يا كابتن لا، من سنه، مش عشان انا في المجلس، انا لسه داخل بقى لي حوالي شهرين. المجلس الموجود لازم اديله حقه، المدير الاستاذ سيد لطفي، الرئيس الكابتن حاتم عبد المنعم، ويا ريت الكابتن محمد برضو يعرض الصور والانجازات اللي المجلس عملها والحاجات اللي جابها وبيدفع من جيبه عشان في حاجات تيجي، ويعني اشترك في جميع المسابقات، يعني ما فيش مسابقات كلها حاجات من جيبه، يعني بوصل لنهائيات وعلى مستوى المحافظه بوصل برضه لنهائيات، فالعاب القوه واخد تصنيف اول، في الالعاب اللي هي تبع الاداره شباب الرياضه برضه واخد تحت 15 سنه تصنيف اول. فما شاء الله يعني لحد الان لا بصراحه مجلس محترم جدا، بس ينقصنا حاجه واحده، الملعب. انت بعد كل حاجه، انت بعد كله مفيش ملعب؟ مفيش ملعب. طب اتضربوا فيه كابتن محمد بس يعرض الحاجات اللي انا، لو في صور يا شباب يا ريت نعرضها، الانجازات اللي احنا عملناها، لو في صور نعرضها يا فؤاد. جبنا اساس للمركز الشباب، ادي لي بس فرصه. اهم حاجه بص، مركز الشباب دي مش سهل، فاسمح لي ان انا اطول معاك شويه. معلش معاك، انا هسمعك، قول لي. جبنا اساس كامل للمركز، جبنا ادوات رياضيه، العاب رياضيه كامله للمركز، كل حاجه جاهزه دلوقتي. المركز الشباب دي مش شالت عدا الملعب. احنا بنطالب الوزاره. طب امال بتضربوا فين؟ مفيش تدريب اساسا، مفيش اصلا فريق مركز شباب. لا اللي خد البطولات دي، خد دي كلها يا كابتن محمد العاب قوه، العاب قوه مش محتاجه مكان. العاب قوه وفريق مثلا مركز شباب بيشارك في دورات رمضانيه، تمام، باسم مركز شباب دي مش شالت. ده بيشارك في على جيب دورات من ميزانيتنا الخاصه. طيب من جوبنا بتتجمعوا فين او بتلعبوا فين او بتدربوا فين؟ هل بتأجروا ملعب تاني؟ بنأجر ملعب في البلد، ملعبين خماسي، بنأجر ملاعب على حسابنا وبنتمرن وبندفع من جيبنا، وبالتالي يعني اللي انا شايفه دلوقتي ان هم فعلا عملوا انجازات، وخاصة في العاب القوة والالعاب اللي هي على الشباب والرياضة. طيب خليني معاك واحدة واحدة. أنت بتتكلم، يعني أنا بحب لما بتكلم في الموضوع باخده نقطة نقطة كده عشان تمام. حتى لو حد بيشوفنا يبقى فاهم الأبعاد بتاعة الموضوع. تمام. أنت بتقول لي مركز الشباب موجود من سنة 83. تقريبا. هل ما كانش فيه ملعب موجود من سنة 83؟ لا. ما كانش فيه ملعب موجود من 83. طيب من 83 لحد دلوقتي هل ما فيش مثلا زي ما بيقولوا كده، ألا منكم رجل رشيد أو رجل حكيم يقول مثلا في حتة أرض في المكان الفلاني، أنت عارف الخيارين كتير، في حتة أرض في المكان الفلاني أو دي تنفع تبقى ملعب، أو يقدم ورقة لمركز الشباب والرياضة أو يقدم ورقة للمحليات إن التخصيص قطعة أرض تنفع ملعب، هل ده ما تمش من 83 لحد 2020؟ أنت بتتكلم في 37 سنة؟ والله يا كابتن الفترة الحالية في حد بدون ذكر أسماء كتر خيره متبرع بقطعة الأرض. طيب ماشي، اديني. أيوه، ما في إيجابيات مش سلبية خالص. أكمل لحضرتك. ماشي. بس القطعة ما تنفعش ملعب مركز الشباب.
اولا مش قانونيه مساحتها، يعني مش قانونيه، مش الارض قانونية. مش قانوني، لا المساحه نفسها بتاعت الملعب مش قانونيه، كمساحه ملعب مش قانونيه، يعني المساحه نفسها يعني مش قانونيه، ولا يعني ما تنفعش ملعب قانوني حتى، ولا مركز شباب ولا ملعب خماسي ما تنفعش. فبالتالي احنا اقترحنا على الشباب والرياضه، يا جماعه المبنى الموجود ده حاليا ملوش اي نشاط دلوقتي، مش محتاجينه في حاجه، وجوده ملوش لازمه، انا شايف كده. تاني ايه اللي ملوش؟ المبنى الموجود حاليا دلوقتي في مكان يعني في سكني، مبنى يعني في مبنى اداري، مبنى اداري فقط مفيش ملعب؟ لا مبنى اداري فقط مكون من دورين في منطقه سكنيه جامده جدا. طب ما كده الموضوع اتحل، في مبنى اداري وفي ارض الشخص اللي بره. هكمل لك المبنى طيب. في مكان سكني زحمه جدا، مفيش في اي مكان يعني جنب. قطعه الارض مش جنب الارض دي، في مكان تاني خالص، يعتبر في اخر البلد او في اخر القريه. طب ليه؟ طب ما الارض دي يعني برضه ناخدها نقطه. انا هكمل حضرتك لو تديني فرصه. ماشي معاك. احنا اقترحنا ان احنا نبيع طيب. المبنى. في اتصال. قول مساء الفل، قول الو، قول السلام عليكم. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. كاميرتك. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. كابتن حاتم مساء الفل. يا مساء الجمال، مساء الفل. مسهرينك معانا وكل سنه وانت طيب، رمضان كريم علينا وعليك يا رب. رمضان كريم علينا وعليك وعلى الشعب المصري كله ان شاء الله. يا شد مش شد. انا عرفت من الكواليس قالوا لي كده ان انت رئيس مركز شباب اللي بنتكلم عنه، ديم الشلت. ايوه. طيب وصلتوا لحد فين؟ بيقول لي في ارض، في متبرع موجود. الاول اكتشفت ان مركز الشباب ملوش ملعب، وبعد كده في السرد للكلام. ايوه طبعا هو مركز الشباب هو كان عباره عن مبنى كان بيمارس فيه الشباب بعض الرياضات زي تنس الطاوله وزي البلياردو، تمام، وبعض الالعاب الشعبيه زي شد الحبل، اما كره القدم اللي هي اللعبه الشعبيه الاولى في مصر اللي المفروض كل الشباب بيمارسها، فشباب البلد محروم منها من زمان، محروم منها من سنين فاتت اكثر من 20 سنه، وتوالت مجلس ادارات انديه مراكز الشباب قصدي، وللاسف الشديد تركوا كل مساحه فاضيه في البلد لما تم الاستيلاء عليها، وفي متبرع جه اتبرع بحوالي 200 طب بس قبل ما تسرد لي في الموضوع، انا بحب بعض التفاصيل كده يا كابتن حاتم. أيوة. انت عندك كم سنه كابتن حاتم الاول؟ انا عندي 57 سنه. بسم الله ما شاء الله. حكم سابق برضه. الله يخليك يا كابتن حاتم. كان حكم سابق. حضرتك كنت حكم برضه سابق. مدرب حالي. هرجع لموضوع الحكام، بس خليني نقطه. يعني 57 سنه. مركز الشباب ده او المبنى الاداري ده انشا سنه كام؟ المبنى ده انشا سنه حوالي 86. 86. طيب 86 دي كان عند حضرتك تقريبا 14 سنه او 15 سنه، 17 سنه بالظبط. لا 6 كان عندي في السن ده 17 سنه. طب هل من سن 17 سنه لما انشئ مركز الشباب، وحضرتك على مر السنين دي كلها لحد 57 سنه، يعني بتتكلم في حوالي 37 سنه او 37 سنه او 36 سنه، ايوه، ما يعني الموضوع ده ما فيش حد حب مثلا يتصرف، اتبرع، اروح للمحليات، اروح لوزاره الشباب، بحيث ان انا ان كنت انقل المبنى الاداري لمكان في قطعه ارض مثلا اعرف اعملها ملعب، او حد يتبرع بقطعه ارض ينفع اعمل فيها مبنى اداري جديد وملعب حتى ولو مش قانوني، بس اسمها بدايه، او نحل الازمه دي على مر 37 سنه ما فيش حد فكر في حل المشكله دي او في حل الموضوع ده؟ والله هو ما فيش حد فكر في الموضوع ده، لان كان فيه اماكن موجوده بالفعل كنا بنمارس فيها الرياضه، يعني كان فيه اماكن موجوده وملكيه عامه، لكن الناس استولت عليها على مر لا الايام. لا ثواني نتيجه يعني اهمال، نتيجه عدم وعي، نتيجه حاجات كتير قوي. وبعدين نحب اعرفك برضو ان دي مش شرط، ده اكبر بلد في مركز ديكيرنس كعدد سكان، في ارض فاضيه جنب المبنى من زمان. طب بس عشان بتقول وللاسف الشديد من ناحيه الملاعب كان في ارض فراغ، يعني على طول على مر الايام. خلاص انا كل ورجعت، لكن احنا حاليا دلوقتي في متبرع، ولكن فيه يعني فيه رطوش اخيره كده، هو بيحاول يعني نخلصها منه ان شاء الله، نص فدان منه على اساس ناخدها ان شاء الله، ونحاول نخصصها ملعب لمركز الشباب، بحيث ان احنا نركز الشباب من بصراحه من وقت الفراغ الرهيب اللي هم بيضيعوه. طب امتى يا كابتن مدحت هتقدر اقول لمركز الشباب بقى ليه ملعب وجاهز وفي فريق بيتدرب عليه ونبدا نخش درجه رابعه؟ مش كده بدايته هتبقى من الدرجه الرابعه ان شاء الله؟ امتى نقول الكلام ده؟
والله احنا حاليا اللي هو المتبرع احنا خلصنا كل حاجه من الشباب والرياضه تمام. من الاداره تمام. وخلصنا كل حاجه من الجمعيه والوحده المحليه اللي هي حاجات الردوش الاخرانيه تمام. احنا واخدين حكم بالقطعه ان هي بتاعت مركز الشباب. يعني ايه حكم بالقطعه؟ استنى ولكن مركز الشباب او المديريه علشان كابتن مدحت. ايوه كابتن حاتم، يعني ايه حكم بالقطعه ولا موافقه؟ لا هي قطعه ارض موجوده هي أيوة أيوة. اصل حضرتك بتقول لي احنا خدنا حكم بالقطعه، يعني ايه حكم ولا موافقه على القطعه؟ يعني احنا خدنا حكم محكمه بالمتبرع راح تبرع بيها وخدنا صحه توقيع من المحكمه فهمها. ب 2100 متر لعملها ملعب مركز شباب دمشقت، ولكن الشباب والرياضه بتقول علشان ناخدها ونخصصها عشان نقدر ننجلها او نقدر نخصصها ملعب لازم المتبرع يسلمها لكم، لازم يوقع على التسليم. لازم يوقع على التسليم للجمعيه العموميه. للجمعيه لرئيس مجلس الاداره، انا كفرد انا وقعت عليها وقلنا له رئيس مجلس، فهو قال خلاص وقع واحنا وقعنا كلنا ما عدا هو لسه الوقت طب. الوحيد هو اللي لسه ما توقعش. طب هو فين؟ هو موجود ورحنا له، يعني احنا رحنا له المكتب بتاعه من اسبوع او 10 ايام فاتوا تمام، وقال لنا انا عايز كلك بالارض، جبنا له كلك من هيئه المساحه تمام، وقال لنا لا ده موز ده الكلك اللي انا طالبه. قلت له طب انت روح هاته انت بقى، احنا يعني هنجيب كلك ايه اللي هنجيبه يعني احنا يعني ثواني بس طب اسالك سؤال هل هو كده بدا مثلا بيفكر في الموضوع من تاني، ولا هو واخد القرار يسيب قطعه الارض، ولا الموضوع وصل لحد فين؟ لا هو الموضوع احنا مش عايزين نخش في صدام مع حد، هو الموضوع لا الصدام انا بستفسر بس، اصل انت فتحت معايا موضوع انا تهت جواه، يعني هو مش عارف هو منين بيودي على فين. الموضوع منتهي، هو متبرع وخدنا صحه توقيع من المحكمه بالتبرع بتاعه، يعني هو ما عادش يقدر يرجع فيه، ولكن بقى المماطله والحاجات ديت وتطويل الوقت هو ده مزعلنا شويه. لا بس هو طالما نيته، اقول لك على حاجه، المتبرع دايما طالما نيته يتبرع خلاص هو تبرع والموضوع خرج من ذمته وتبرع منه بالظبط كده. لكن اذا كان في مماطله ممكن تكون في بعض الامور معطله شويه، بس خدها مني نصيحه، انا من اخ صغير، انا كمتبرع ما ببقاش محتاج دوشه كبيره او حاجه هقوم بيها كتيره، اذا كان الموضوع محتاج ورق من المساحه او حاجه ما تلزموش انت بيه، دي نصيحه مني، انت روح خلصه اجري وراه وخلص الموضوع، واذا كان في بعض الطلبات هو طالبها برضو عشان انت اللي محتاج الموضوع او البلد اللي محتاج الموضوع هو يشكر اللي عمله، فريت لو في بعض الاوراق او بعض التفاصيل اللي ناقصه للموضوع ان يكمل، معلش هتتعبوا انتوا شويه برضو علشان خاطر الاطفال اللي موجوده والشباب اللي موجوده ان كلها ارض تتدرب عليها ومركز شباب تتدرب عليها، لا يعني يا ريت انتوا تتعبوا شويه كمجلس اداره وخلصوا انتوا كل الرتوش البسيطه دي. في حاجه تانية من الرتوش دي ناقصه؟ احنا ان شاء الله بنحاول، والله من يوم ما احنا مسكنا مركز الشباب بقى لنا سنتين اهوت ومبنقعدش، السبعه افراد موجود في مجلس الاداره ومعانا كابتن طبعا مدحت موجود كعضو مجلس اداره، بنجري في كل الاتجاهات، والحمد لله ان شاء الله يعني خلال بالظبط 10 ايام هندعوكم ان شاء الله لافتتاح الملعب. على راسي على راسي وتصوره على راسي وتشرفونا ان شاء الله. على راسي على راسي. تحياتي ليك كابتن حاتم عبد المنعم رئيس مركز شباب دي مشالت، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق وتحل الرتوش البسيطه دي اللي فاضله قريب، واتمنى تكون المكالمه الجايه في اقرب وقت ليك والملعب ويكون جاهز كمان للعب عليه. نكمل اسمع منك تاني. طب كابتن احمد سلام عندك تعليق في موضوع مركز شباب دي مشالت؟ بص يا كابتن، هو مركز شباب ده اي مركز شباب خاصه في الكرة، مركز شباب له دور خطير جدا 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 في المجتمع. يعني انا اعرف مركز شباب نشاط الكوره بيبقى عنصر واحد تمام، يعني مركز شباب بيبقى مجموعه عناصر في تحفيظ قران، في العاب قوه، في مكتبه وفي تعليم وفي رياضه وفي ثقافه وفي ترفيه وفي حاجات كتير. انا شفت ده، يعني انا هذكر الراجل ده لانه فعلا يستحق الذكر. في مركز شباب جنب طلخه اسمه مركز شباب كفر الاصالي، ده في راجل اسمه محمد عبد العظيم، الراجل ده من الناس اللي ليها كل التحية، قايم بدور خطير جدا 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 في المجتمع اللي هو فيه. كورة، تحفيظ قرآن، دروس خصوصية للولاد مجاني، كل ده على للمركز ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يكافئه. الراجل ده مجهود خرافي. الراجل ده هو على فكرة ما يعرفش ان انا هي جت كده، بس هو يستحق. ده لا بص، كل مجتهد، لا يستحق فعلا، كل مجتهد لازم ربنا يجعله في ميزان حسناته الراجل. طيب ده فمركز شباب عناصر كتير، عناصر كتير جدا، كوره وطايره وسله ويد والعاب قوه ومسرح
ومصارعه وملاكمه. انت كده هتقول عايزين الشباب ده، اصل مركز الشباب لما يقوم بدوره الكامل يا كابتن، مركز الشباب ممكن يخلي المجتمع في اعلى الاماكن لانه مجالاته متعدده. طيب عشان برضو لضيق الوقت، ملاحظه سريعه او كلمه سريعه بالنسبه للمشكله بتاعه مركز الشباب دي، مش شايفها تروح لفين واللي ناقصها من وجهه نظرك؟ هو انا شايف ان الرائق اللي هو تبرع بالقطعه الاجراءات تخلص بسرعه بس، وبرضو وزاره الشباب بيكون لها دور في انها تنهي الموضوع بامكانياتها وبدعمها ان شاء الله باذن الله تحل. كابتن مدحت، من سريعا نلخص موضوع عشان الوقت، نلخص موضوع مركز الشباب دي مش شالت، شايفه يخلص على ايه وايه الرتوش بس سريعا عشان معايا اقل من 3 دقايق. والله يا كابتن محمد انا شايف ان الرياضه احسن حاجه في، يعني احسن حاجه الواحد يمارسها. دي مش شالت طول عمرها بتطلع نجوم رياضه، وده انا شايف فيه حكام كتير من دي مش شالت. كابتن حاتم عبد المنعم حكم درجه اولى، وراجل حكم اهلي وزمالك، وراجل قيمه وقامه، معظم اعضاء مجلس الاداره لعبوا كوره، لعبوا في انديه. بلدنا فيها نجوم كبيره جدا في الرياضه يا كابتن، كابتن صلاح لطفي، كابتن رشدي كبشه، كابتن عوض الشيخ، كذا حد. يعني احنا بس مطالب، يعني حاجه بسيطه جدا، الرياضه نلعب كوره. يعني افضل حاجه بقى بعيدا عن المخدرات والانحراف وللشباب والكلام ده كله، احنا نفسنا نلعب كوره. المجلس كتر خيره عمل انجازات كتير جدا، وفر كل حاجه، ناقصنا بس الملعب ونلعب دور مراكز الشباب. ايه المشكله؟ انا كحكم بحكم دور مراكز الشباب، والكابتن احمد عارف الكلام ده، من اقوى الماتشات، من اقوى المباريات، ومن اقوى الدوريات، وفيها منافسه جامده جدا ومنافسه عاليه جدا، وكلها لعبه كوره. فانا بس بتمنى فعلا يعني نخلص من الموضوع ده، لان بجد ان شاء الله هتتحل. كل سنه وانت طيب يا كابتن مدحت. وانت طيب يا كابتن محمد، وانا شرف لي ان انا موجود معاك والله. ألذ الحلقات، وانا سعيد ان كانت اول حلقه في شهر رمضان تكون معاك كابتن مدحت. وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم، وان شاء الله باذن الله تكون الحلقه. الله يخليك، عايز بس ادي لك حق. تسلم. انا بعزك على المستوى الشخصي. ربنا يخليك. انت اعلام مجتهد ومحترم ومميز جدا، ودايما بحب اتفرج عليك. ده شرف بجد والله، مش مجامله يعني. انت فعلا ما شاء الله، انت عامل ديكور جامد جدا، حتى فريق الاعداد، حتى كل اللي شغالين في القناه ما شاء الله، مقابلتهم يكفي، بس مقابلتهم محترمه جدا وجميله جدا. تسلم. وانا شرف لان انا موجود معاك والله يا كابتن. الله يخليك. ويا ريت برضه تهتم تخصص حلقه امانه، تخصص حلقه لمركز الشباب مش شالت تاني، ونتكلم في التفاصيل كلها، عشان دي مش شالت كبيره. نرتب مستوره يا كابتن، وعد مني حلقه بس كمان خاصه هتكلم فيها بعد اذنك. اتفضل. عشان بس انا جاي عشان اتكلم عن دي مش شالت مخصوص. في بلاد جنبنا لو قلت لك شارعين فقط تلعب دوري درجه رابعه، ومراكز الشباب وفيها ملاعب منجله، دي مش شالت اكتر من 50,000 نسمه، اكبر قريه على مستوى المركز. ليه ما فيش فيها ملعب ولا فيها ولا بتاع مركز الشباب؟ ليه؟ يعني ليه؟ ما هو انتوا بداتوا، يعني ايه الفكره ان ما فيش حد بيهتم بدي مش شرط؟ انا سالت أزفة. السؤال ده ليك ما كانش ليه اجابه، سالت ليه للكابتن حاتم ما كانش ليه اجابه، اللي هو من سنه 86 لحد دلوقتي ليه ما حدش فكر يحل؟ أنا قال لك انشغالات. انا هجاوبك عليه معلش، طيب عشان الوقت في عجاله. ماشي. كابتن حاتم يوسف بيقول لك ان كان في ارض وناس استولوا عليه. تمام. المبنى زمان يا كابتن، المبنى كان في جنبه ارض واسعه جدا، يعني معروف ان هو بتاع مركز الشباب، بس طبعا مش تبع الحكومه او الشباب والرياضه، تبع النادي الناس بتلعب فيه. الفتره الحاليه طبعا لما عدى عمر طويل اتبنى فيه طبعا مباني وعمارات ومش عارف ايه والكلام ده كله، كل حاجه. ما ده اللي عايز اوصل له، كان في عدم وعي، وعدم الوعي ده خلى ناس كتيره تستسهل الموضوع. دلوقتي انتوا بداتوا تطلبوا، بداتوا تفكروا، بدا يبقى في متبرع، بدات في ناس تخلص بعض الاجراءات وبعض الاوراق. طب بسيط في عجاله وهعرض عليك برضه واسمع وجهه نظر. ايه المشكله؟ نبيع المبنى كمبنى اداري ملوش اي لازمه حاليا، نبيعه ونجيب فلوسه ونبني مبنى تاني جديد جنب الملعب ونوسع الارض الملعب. الحاجات دي محتاجه موافقات من وزاره الشباب. تمام. زي ما قلت لحضرتك لازم تدخل وزاره الشباب. لازم تدخل وزاره الشباب. وزاره الشباب كوزارة اساسي، كوزاره هي مش عايزه تدعمك او مش عايزه تديلك فلوس. ما فيش الكلام ده، بس اقول لك على حاجه. لا اسمع بقى عشان ما نكون خلاص، سيبونا بقى احنا نبيع المبنى. لا ما ينفعش، ده مال عام.
ما هو برضه كله يا كابتن موافقه الاداره. لا لا، اصل لو كل واحد هيفكر بالفكر ده في اي حاجه هو في اجراءات قانونيه. ايوه ايوه، ما انا عايز اوصله لك. بص يا كابتن، لا خلي بالك الكلام ده مهم. ما ينفعش انا اكون انا كمركز شباب او انا اكون عضو في مركز شباب او رئيس في مركز شباب محتاج حاجه من وزاره الشباب والرياضه، وزاره الشباب انا شايفها متقاعسه معايا او ما بتعملش معايا حاجه من وجهه نظرك، تمام، اقوم انا واخد قرار. لا طب في نقطه دلوقتي خلينا، معلش، انت بتتكلم فيه، كلامك مظبوط وكلامك صح. الوقت مبنى مكانه لازم حد يتدخل، دي نصيحه مني. ماشي ماشي. لازم حد يتدخل لوزاره الشباب. خليني بس اقول لك على حاجه، لا حتى لو انا مش هبيع، تمام، مش لازم حد، لازم حد يقعد معاه وزاره الشباب. ايوه، ما ده خليني مش هبيع، الاساس خليني مش هبيع في حال. خليني بس عشان انا لازم اقفل الحلقه عشان نلحق السحور والكلام ده. بص يا كابتن مدحت، دي وزاره الشباب، وزاره، تمام، الوزاره دي لازم تكون بتعتمد، بس خليني بس اكمل الكلام، لا بتعتمد على اوراق ومستندات اجراءات رسميه واجراءات بتاعت لجنه. يعني لازم 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 مجموعه منكم تروح لوزاره الشباب تعرض عليها الموضوع بشكل كامل من كل ابعاده، تمام، علشان تكون واقفه معاك في القرارات. وزاره الشباب مش هتتعامل معاك غير باوراق. دي نصيحتي. ولو رفضوا؟ لا مش هيرفضوا ان شاء الله. مش هيرفضوا، مش هرفض. انا بس عايز استفيد. ده وزاره الشباب على فكره، وزاره الشباب من اكتر الوزارات، اقول لك على حاجه، وزاره الشباب من اكتر الوزارات الداعمه دايما لمراكز الشباب والكرة. نورتنا يا كابتن مدحت، ربنا يخليك. بس احب بس اشكر الاستاذ عادل، الاستاذ عادل ابو شنب امين الصندوق، بصراحه مجتهد جدا، والجندي المجهول في المجلس، والاستاذ ايمن رشدي، كابتن عطيه شوقي، وكابتن طارق، والكابتن سيد لطفي، بصراحه ناس مجتهده جدا وبتسعى. مركز الشباب دي مش شلت، تعمل كل اللي في سعاها ان شاء الله فعلا، بتتعب ومجتهد ويا رب. وبنوعد بحلقه ثانيه ان شاء الله باذن الله لمركز الشباب دي مش شلت، وان شاء الله باذن الله تكون الحلقه اتحلت. خلص المشكله اتحلت. لخبطتني والله يا كابتن، لخبطتني والله. ولا يهمك. طيب، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. احب بس اشكر، انا قلت في اخر الحلقه اشكر كل اللي تعب في الديكور ده. شكرا سيد إضاءة الجميل السيد نجيب اللي تعب معايا وكان مجهوده جبار جدا، يعني ألف 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 شكر يا سيد. شكرا أسامة بيومي اللي تعب معايا جدا ونزل وطلع وراح واشترى وجاب، يعني بشكركم جدا. شكرا، بلغونا شباب بس عشان أنا دايما بنسى الأسماء. شكرا محمد فؤاد، شكرا محمد الملكي، شكرا وليد عمارة حبيب المخرج الجميل اللي دايما في كل حاجة جديدة بنعملها بيحط رؤيته وبيقف معانا قلبا وقالبا. شكرا خاص جدا 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 لعم عزب، وبقول له ألف سلام عليك النهاردة، يعني دايما في الموقف الصعب، في المواقف الصعبة بلاقيك يا حاج عزب، وربنا يخليك تعبناك معانا النهاردة. شكرا لأحمد حبيبي، أحمد الأمن، أحمد حافظ، دايما برضو بتعبك معايا كل مرة، لكن أنا عارف أن أنا ببقى عشمان فيكو. شكرا إسلام سعيد صوت اللي دايما برضو بيبقى محظوظ معايا دايما في الديكور الجديد وفي الشكل الجديد وفي الحاجات دي، بتعبك معايا. شكرا محسن علام اللي أخرنا لحد الساعة 1 بالليل النهاردة وخلانا نتأخر لحد الساعة 1:30 أو 2. وحبيبي حمدي طبعا، شكر خاص لحمدي أحمد مدير الإعداد، أنا نسيت أشكره في الحلقة اللي فاتت اللي قصر الديكور، صديقي وأخويا حمدي ربنا يخليك. شكرا إدارة القناة على المجهود وعلى الوقفة اللي بتقف معانا. شكرا لكل شخص في القناة واقف معانا بجهد، إن كان أستاذ نصر الشاهد، الأستاذ محمد الشاهد، أستاذ جمال عبد العظيم، أستاذ خالد الناكر، أستاذ محمود رواش، أستاذ هاني محسن المدير الفني. شكرا لكل شخص وقف الفتره اللي فاتت وظهرنا بالمظهر اللي احنا اللي انتم شفتوه ده. مش عارف، انا عندي كلام كتير عايز اقوله بس لضيق الوقت عشان نلحق نروح نتسحر. خلصت حلقتنا. شكرا كابتن مدحت، تسلم يا كابتن مدحت على الهديه الجميله دي هديه مقبوله جدا، ميرسي جدا وربنا يخليك، وهديه مقبوله وهحتفظ بيها. ربنا يخليك، الله يخليك، تسلم. ربنا يخليك يا كابتن مدحت، ربنا يخليك. اهي تمام، دي هديه مقبوله من الكابتن مدحت، اهي كده يا عم عزب، تسلم. كل سنه وانتم طيبين، نورتنا يا كابتن احمد، نورتنا يا كابتن مدحت، سهرتكم معايا، مع السلامه. كل سنه وانتم طيبين.